لكم مش الأخبار من إذاعة صوت اليونان يقول بها وليد إليا. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإيرانية لتسيبراس في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة واسترخى الاجتماع ساعتين. ولحسب مصادر في المجمع الرئاسي التركي أن أردوغان وتسيبراس بحثا في الاهتمام المطلق العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما تناول أردوغان مع تسيبراس آخر الحوارات الحاصلة في شرق البحر الأبيض المتوسط وفعاليات التنقيب على النفط والغاز الطبيعي وحالة عدم التفاهم بين الطرفين في هذا الخصوص. وأكد رئيس الوزراء الإيراني تسيبراس على تطابق وجهات نظر أثينا وأنقرة لحد من التوترات البحرية واتخاذ خطوات لزيادة الثقة. وقال تسيبراس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعاصمة أنقرة يوم أمس الثلاثاء إن الجانبين اتفقا بخصوص موضوع تعزيز التعاون في القضايا الأمنية وبعض لا نريد أن نكون أسرى المشكلات في منطقتنا ونسعى لإيجاد حلول لها عبر الحوار. وعرب عن ارتياح الشديد وقاء كانت الاتصال مفتوحة مع أردوغان مضيفا بواسطة ذلك يمكننا اتخاذ خطوات بناء أكثر. من ناحيته عرب الرئيس التركي عن ثقته في تقنيات حل جميع القضايا الخلافية بين تركيا واليونان عبر الوسائل السلمية. وقال أجل إمكانية حل جميع القضايا العالقة بين تركيا واليونان استنادا إلى حقوق الطرفين وعبر الوسائل السلمية. وأضاف ناقشنا إطلاق رحلات بحرية نقل الركاب والسلع بين إزمير وسربيب وإنشاء خط حديدي سريع بين القسطنطينية. Ακολουθούν οι ειδήσεις στα σερβικά σχεδόν στην Σέρψη με μικρόφωνο Λιλένα Κούλιτς. Για συμβολίζα με να πάσει το πρεμιέρα χρόνου Σκουέτε Σόφιου Τσαρίδρου θα πρέσβεται η θεός του σχόλιου Χάλτιου που εδάφερεν ο 1941 γόδινε. Αλέξης Τσίπρας, η πρώτη άκτυνη πρέμιερ που υποσέτσιο θεός του σχόλου. Τα κόζα σε εσάς πρέπει η θεράση για την πατρία Βαρτολομέη. Završavajući svoju dvodnevnu posjetu u Tursku je premijer će se popodne sastati sa predstavnicima.